العطايش. قلعة شاهدة على قرنين من عمرها، واحدة من 99 خانا تبدأ من مدينة توس الإيرانية وتنتهي في النجف عند خان النخالة في كربلاء. قلعة خان العطيشي واحدة من أهم خانات القوافل في العراق، التي يعود تاريخها إلى القرن 18، ويقع في قضاء الحسينية في كربلاء. تاريخ بلد ممكن يعني ما قيمة الاقتصاد المالية أمام موقع أثري عمره أكثر من 300 سنة مهدد بالزوال، وبالتالي تزول معه صفحة كاملة من تاريخ وادي الرافدين. هنا في هذه القلعة المهملة لجأ محاربو ثورة العشرين ضد الحكم الاستعماري البريطاني عام 1921، ومن بينهم الشيخ داري الذي بقي هنا أياما مع مجموعة من قادة الحراك. كما يحتفظ خان العطيشي بذاكرة المسافرين قبل مئات السنين الذين كانوا يمرون من هنا للاستراحة. تم إرسال عدد من المخاطبات إلى الجهات المعنية، لكن الأزمة الحالية حالة دون إعادة تهيئة الخان. ومثلما كان الخان شاهدا على مراحل تاريخية مهمة، فأنه شاهد أيضا على إهمال الحكومات المتعاقبة له التي ساهمت بخرابه. ويتحدث أهالي الخان عن وجود نفق في باحته اختفت آثاره، فضلا عن جامع وآبار اندثرت بمرور الزمن، فيما ما تبقى هنا من جدران وأسوار تستغيث. من خان العطيشي في كربلاء، وليد الصالحي، يو تي في.